مباراة اليوم. اليوم حقق منتخب النشامة فوز مهم جدا وفوز كبير على منتخب طاجكستان بثلاثة أهداف مقابل لا شيء. الشوط الأول كلياتنا كنا على أعصابنا، شوط أول سلبي جدا للنشامة، والشوط الثاني حققنا فيه الفوز وبثلاث أهداف، وصارت تغيرات وجه مغاير بالشوط الثاني له أسبابه الفنية، يعني أكيد له أسبابه الفنية راح نحكي فيها. قبل ما نبلش بنحكي مبارك لمنتخب النشامة، مبارك لجماهير كرة القدم الأردنية، مبارك لبلدنا هذا التأهل وهذا الفوز. والمهم في والأهم إنه إحنا موجودين في تصفيات الدور الثالث. إذا كان في أخطاء اليوم صارت بالشوط الأول أو أخطاء في المباراة، في مجال لمعالجتها. المهم إنه منتخبنا رح ينافس حتى الرمق الأخير من أجل الوصول لكأس العالم، يحقق الحلم. اليوم منتخبنا تأهل مباشرة لكأس آسيا القادم اللي جاب وصفتها. اليوم تأهل خلص. الآن إحنا بنحكي على الموضوع تصفيات كأس العالم، إحنا موجودين، فبنبارك لمنتخبنا الوطني هذا التأهل، وهي كمان فرصة نبارك لمنتخب فلسطين هذا التأهل التاريخي لمنتخب الفدائي لتصفيات كأس العالم، للدور الثاني من تصفيات كأس العالم. يعني اليوم منتخب النشامة تأهلوا ومنتخب فلسطين تأهلوا. اليوم منتخب فلسطين تأهل بفارق نقاط عن منافسه لبنان. أنا شخصيا من قبل بداية المجموعة بتوقع كنت فلسطين تتأهل، وكثير ناس بتوقعوا فلسطين. المنتخب الفلسطيني حاليا يضم أسماء ثقيلة، يعني أنا حتى يعني كنت أتوقع أنه اليوم يحققوا فوز كبير على لبنان، انتهت بالتعادل، صح لهم فرص أكثر، بس لما بنستعرض الأسماء بمنتخب فلسطين بنشوف عدي الدباغ نجم مهاجم بيلعب بأوروبا متألق في الدوريات الأوروبية، وبنشوف المهاجم اللي جنبه وسام أبو علي لاعب أساسي في الأهلي المصري، فعندهم الخط الهجوم اثنين سوبر ستار، غير انه عندهم كتير لعيبة مميزين منهم حتى في محترف في الأردن البطاط، في تامر صيام، يعني في بكل الأماكن بكل المراكز اللعب لعيبة محترفين برا ولعيبة بيلعبوا برا. فالمنتخب الفلسطيني صراحة منتخب اليوم تأهله كان متوقع، وأنا ببارك لمنتخب الفدائي، ببارك للشعب الفلسطيني، ببارك للشعب الأردني تأهل منتخب الأردن، والأردن وفلسطين يعني البطين الأيمن للقلب والبطين الأيسر للقلب الاثنين مع بعض، يعني تأهلهم اليوم أسعدنا جميعا. المنتخبين إحنا بنحبهم، المنتخبين بدنا إياهم يتأهلوا، وتأهلوا المنتخبين. يسعد مساك أخوي جلال حمايدي، الله يسعدك. فاليوم منتخبنا الوطني الشوط الأول قدم كرة قدم صراحة أحرجتنا وأشعرتنا بالقلق، وشعرنا يعني صراحة أنه في خوف على منتخبنا الوطني. أنا كثير كنت متحسب للمباراة، يعني حكيت حتى أنه أنا كنت أتمنى أنه هاي المباراة تحديدا منتخب طاجكستان نستعد لها أكثر، يعني إحنا كنا ناخذ توقفات 15 يوم و10 أيام و20 يوم زيادة على مباريات ودية، على مباريات ودية كنا قبل تصفيات قبل كأس آسيا بشهر أخذنا. إحنا جينا على أهم مباراة لمنتخبنا الوطني، مباراة حاسمة ما أخذناش إلا 8 أيام. طب هو يعني كان بإمكاننا نوقف، يعني هاي مباراة حاسمة التأهل فيها مهم، يعني أنا كنت أتمنى أن منتخبنا يتجمع ب20 الشهر و19 الشهر ونأجل الدوري جولة. نعم صح خلل كبير التأجيل وحيربك الموسم، بس يعني هاي المباراة كانت كثير مهمة، كثير مهمة. فيعني لو منتخبنا لعب مباراة ودية كان ما شفناش الضياع بالشوط الأول، شفناه يعني كأنه اللاعبين زمان مش لاعبين مع بعضهم، حتى التجانس بالشوط الأول ما كانش موجود بين اللاعبين. فهاي المباراة كانت تستدعي اهتمام أكبر، وأنا بصراحة لو اليوم لا سمح الله صار شيء كنت أحمل اتحاد كرة القدم إنه مفروض كان آخر جولة أجلها. هو أجل شهر ونص زيادة بأيام الفيفا سابقا، لما جينا على المباراة الأهم ما عمل هيك. على كل حال هاي المباراة عدت بحلوها ومرها. بالشوط الأول كان بطله حارس مرمى منتخبنا الوطني يزيد أبو ليلى، ولولا تألق يزيد أبو ليلى في الشوط الأول ممكن إحنا اليوم
لا سمح الله غادرنا هاي التصفيات. انا اليوم بالفيديو اللي عملته الصبح حكيت لكم المنتخب الطاجيكي اضعف خط عنده خط الهجوم، بيسجلش اهداف. اليوم المنتخب طاجكستان له 5 6 فرص مباشره بالشوط الاول، شبه فرص يعني سهل تسجيلها واضاعها. هو منتخب قلب الهجوم رقم 9 بالمنتخب طاجكستان، ولا هدف في البطوله ولا هدف بكاس اسيا. يعني هم عندهم مشكله تسجيل الاهداف. فالشوط الاول كان كثير سلبي، ما عرفناش نتعامل مع المباراة. أنا دائما لما منتخبنا الوطني بيلعب مع منتخب بيعمل ضغط عالي في منتصف الملعب أو بيعمل ضغط وافتكاك في ملعبنا، بشعر بخطر كبير لما منتخبنا بيكون مطلوب منه هو اللي يبادر هجوميا، هو اللي يمسك الكرة ويلعب بملعب المنافس. لأنه إحنا كرة القدم الأردنية وكل نجاحات منتخبنا الوطني فهو في التحولات وفي الهجمات المرتدة وفي التحولات واللعب بالمساحات، لأنه عنده إمكانيات اللاعبين موسى يزن علي بتساعده في هاي التحولات وفي المساحات. بالشوط الأول لما منتخب طاجكستان ضغط على ملعب على لاعيبة خط وسطنا، ضغطنا في وسط الملعب وضغط على خط دفاعنا، صح له 4 5 فرص مباشرة وكاد إنه يعمل المفاجأة في ملعبنا وفي عمان لولا تألق الحارس اللي نجم المباراة صراحة الأول، واللي بعطيه العلامة الكاملة، يعني أكثر واحد بعطيه العلامة الكاملة في مباراة اليوم والنجم الأول هو يزيد أبو ليلى. يزيد أبو ليلى هو اللي خلانا موجودين نلعب الشوط الثاني، وإحنا في صراحة كنا بحاجة نسجل هدف عشان يغير منتخب طاجكستان أسلوبه. في جميع مباريات تصفيات كأس العالم في كأس آسيا طاجكستان كانت تلعب 4-4-2، اليوم أول مباراة بتلعب 4-3-3، حتى 3 لعيبة عم بيلعبوا في نص الملعب، 3 لعيبة يضغطوا بالنص، وهذا واضح انه هدفهم يضغطوا على لعيبتنا ويحرموهم من اللعب بالكرة ويلعبوا هم على التحولات، يعني هم اللي اخذوا التحولات منا. لكن وفي فترة من الفترات حتى هم قاموا بأدوار البناء بالشوط الأول، منتخبنا كان مش عارف يرد، مش عارف يطلع الكرة من ملعبنا. يعني بالشوط الأول عندنا كان مشكلة، مش قادرين نطلع الكرة من الملعب، كان مفروض موجود لاعب يخرج الكرة من الملعب، أفضل لاعب بيخرج الكرة لما يضغطنا المنافس، أكثر لاعب بيقدر يخرج الكرة من الملعب بالأردن كلها رجائي عايد، هو متخصص في إخراج الكرة تحت الضغط، عنده بيعمل الكرة العميقة الكرة الطولية بيغير اتجاهات اللعب فبيطلعك من تحت الضغط. اليوم في بعض اللاعبين بمنتخبنا الوطني انا بعذرهم، يعني على بعذرهم على المردود اللي قدموه بالشوط الاول لسبب مهم جدا. واحد مثلا كان محترف في شرق اسيا صار له شهر ونص في عمان بلعبش بدون اي نادي، مش معقول باسبوع تمارين مع المنتخب يتجهز ويصير جاهز بدون حساسية المباريات. في عندنا اليوم مثلا الكابتن نور قديه صار له مش بيلعبش كرة قدم، خلص الموسم الاحترافي رجع على الاردن ما بيلعب فانا كنت اتمنى من الكابتن عموتها انه نجيب لعيبة أكثر جاهزية وحساسية المباريات. شفنا الفرق مثلا نزار الرجدان جاي من الدوري الإماراتي لاعب مباراة وجاي، كان أفضل لاعب في خط الوسط اليوم، قدم مباراة كبيرة في خط الوسط بالافتكاك بالمساندة الدفاعية بالمساندة الهجومية، وكان مفتاح الفوز الكرة اللي تسجل منها الهدف، مش بس اللمسة، مش اللمسة اللي أعطاها ليزن ويزن حولها لعلي، لا الكرة كيف دخل كيف أخذها وفرغها من النص ومشي فيها، وهو كان مفتاح هذا الهدف، كان مفتاح الفوز، كان مفتاح التغيير الفني في المباراة، التغيير الفني كله في المباراة بسبب الهدف الأول، الهدف اللي سجلناه أجبر المنتخب الطاجكستاني يتحرر وإنه يلعب ياخذ الكرة وهو يسيطر يستحوذ على الكرة، وإحنا لقينا أسلوبنا اللي بنحبه إنه نلعب خلف كرة، إنه نلعب بالتحولات. الهدف الأول خلانا نلعب على التحولات، أعطانا المساحات، وأي منتخب أقوى منتخب بآسيا يلعب مع منتخب الأردن ويترك مساحات بيخسر، بيكون المباراة صعبة عليه. ليش؟ لأن الأردن عندها يزن وعلي وموسى، وموسى ما كان جاهز. لو حكولكوا جاهز أنا ما شفته جاهز، يلا موسى كان مؤثر اسمه وقيمته، عنده إصابة بالكاحل وإصابات الكاحل صعبة، أكيد هو ضغط على حاله ولعب وهو مصاب، وهو لعب يعني او مش بالجاهزية 100%. لكن هو موسى لو كان جاهز كمان بيأثر، بيكون مؤثر اكثر على منتخبنا الوطني. موسى انا بعتبره هو افضل لاعب عربي في قارة اسيا، يعني هو في قارة اسيا لا افضل لاعب عربي هو موسى التعمري. فاحنا عندنا كان الشوط الاول مشاكل، احنا كرة القدم الاردنية ستبقى بتعاني مع المنتخبات اللي اقل منها بالمستوى، بتعاني مع كل المنتخبات اللي بتسكر وسط ملعب.
بتعاني لما منتخبنا يمسك الكرة ويترك الكرة ويمسك الكرة وهو اللي يستحوذ. وبدي أعطيكم دليل ببطولة آسيا، فزنا في جميع المباريات اللي إحنا كنا فيها بنلعب على ردة الفعل والتحولات. المباراة الوحيدة اللي قرر فيها حسين عموتة يغير أسلوبه وهو يمسك ويبني وهو يدخل على ملعب المنافس، كانت مباراة نهائي كأس آسيا مع قطر. لما لعبنا بهذا الأسلوب مع قطر، قطر هي اللي لعبت على التحولات ولعبت بالمساحات، والثلاث أهداف شوفوهم نسخة واحدة كانت كرات بظهر مدافعينا في المساحات. فإحنا عندنا هذا منتخبنا، منتخب تحولات، منتخب مساحات، عنده مفاتيح لهذا الشيء. هلا لما تحكي منتخب تحولات مش عيب، ريال مدريد بيلعب على التحولات بفينيسيوس ورودريجو عادي، يعني هذه قوة عندك تستغلها، احنا ما عندنا. يعني انت لو بدنا نبني، لو المنتخب اللي بيبني وبيفكر بنشوف كان صيصة في الملعب، لاعب بناء لاعب خلف المهاجم صانع لمسة، بنشوف صالح. بس هو المنتخب خلص هذا تفكيره، هاي طريقته في اللعب، وعنده نجوم مميزين جدا في التحولات بيساعدوه في المباريات الكبيرة، بيتغلب هو في المباريات الأسهل مع المنتخبات الأسهل. أخويا أبو الفهد مثل ورد يا أخي، والله زمان زمان اشتقت لك والله يا أبو الفهد، إن شاء الله إن شاء الله راح أجيك. معلش أنا هذا صديق كثير إلي من زمان ما شفته، حبيت أرد عليه. على كل حال هاي المباراة عدت، نجحنا فيها بالشوط الثاني، الهدف اللي تسجل فتح لنا المباراة، ساعدنا على هذا الإنجاز، ساعدنا الروح في المباراة. التأهل للدور الثالث التصفيات لكأس العالم مهم، ومهم جدا. وأنا بديش أكثر حكي فني، لأنكم كثير سمعتوا استوديوهات تحليلية وسمعتوا كذا، لكن إحنا حققنا الأهم وأنجزنا التأهل، وإنجاز التأهل مهم جدا. الآن الكابتن حسين عموتة بعد مباراة السعودية، على فكرة الآن إحنا تأهلنا إحنا والسعودية، الدور الثالث حيصير قرعة، الآن راح أشرح لكم، يعني مش مهم. يعني الآن الكابتن حسين عموتة لازم يفكر جيدا في تغيير، يعني في نلعب بأكثر من أسلوب وأكثر من خطة. يعني الكابتن حسين عموتة في المباريات الودية اللي لعبها قبل كأس تصفيات كأس آسيا كنا نخسر 3-4، يحاول يعمل منتخب هجومي منتخب يبني، ما زبطت، رجع لعب بنفس أسلوب عدنان حمد في كأس آسيا وصل النهائي. اليوم احنا لازم نشتغل، لا احنا راح نواجه، يمكن هي تكون ميزة بتصفيات كأس العالم انه راح نواجه منتخبات آسيا القوية، واحنا بحاجة للعيبة التحولات في بطولة في تصفيات كأس آسيا، ممكن هاي التحولات توصلنا لكأس العالم، راح نواجه أقوى منتخبات في آسيا. لكن احنا لازم يكون عندنا عدة أساليب وعدة خيارات وعدة أكثر من تكتيك نلعب فيه المباريات. لو تسجل هدف في مرمانا كنا راح نتغلب، ولو تأخرنا في تسجيل الهدف كنا حنتعذب. الهدف اللي تسجل في الشوط الثاني، بداية الشوط الثاني، هو اللي فتح المباراة. كابتن نزار اليوم قدم مباراة كبيرة، كان نجم خط الوسط، يزيد أبو ليلى كان نجم المطلق اليوم للمباراة، علي علوان ويزن انعماد كانوا مميزين جدا، ومحمود مرضي. هلا موسى التعمري لعب باسمه، مش جاهز، عنده إصابة كاحل، لسه ما لحق يجهز فنيا. مش راح أكثر بالحكي أكثر من هيك، خلينا نحكي بالمواضيع الثانية اللي كثير الناس بتتساءل فيها الآن يا أخوان. السؤال، كيف راح تكون تصفيات الدور الثالث؟ الآن تصفيات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم، الآن حيتأهل 18 منتخب، احنا عندنا حاليا 9 مجموعات في آسيا. بتأهل الأول والثاني كل من كل مجموعة حيتأهل، وحيصير عندنا 18 منتخب. ال 18 منتخب حيتوزعوا على 3 مجموعات، كل مجموعة 6 6 6. كيف راح يتوزعوا؟ راح يقيم الاتحاد الآسيوي قرعة، راح تكون في قرعة، راح يكون حسب تصنيف المنتخبات، يعني تصنيف المنتخبات، الصف الأول الصف الثاني، لهذا عشان يتوزعوا المنتخبات على المجموعات حسب قوتها. فراح يكون عندنا 6 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 منتخبات، راح يلعب كل منتخب ذهاب وإياب على أرضه وخارج أرضه. يعني مجموعتنا بيكون فيها 6،
راح نلعب 5 مباريات وخمسة 10 مباريات، شايفين مشوار طويل كثير. عندنا 10 مباريات يعني 10 توقفات، فعندنا طبعا الفترة طويلة جدا يعني مستمر، يعني البطولة مش بشهر وشهرين، يعني لا هي طويلة جدا. الآن راح يتأهل، عندنا 3 مجموعات، الأول والثاني من كل مجموعة يتم تأهلهم مباشرة لكأس العالم. احنا بنعرف انه آسيا لها بعد زيادة عدد المنتخبات هتاخد 8 مقاعد ومقعد ملحق، يعني لها فرصة تصير 9 مقاعد. فالأول والثاني من كل مجموعة بيتأهلوا، شو بصفي عنا؟ بصير عنا 6 منتخبات راحوا على كأس العالم. طيب ندخل الآن بالدور الرابع، الدور الرابع في 3 مجموعات، الثالث والرابع، الثالث والرابع والثالث والرابع، يعني بناخذ 3 ثوالث و3 روابع، بيصير عندنا 6 منتخبات. هدول ال6 منتخبات بروحوا مجموعتين، ركزوا معاي، بروحوا مجموعتين. هذا الدور الرابع، بروحوا مجموعتين على نظام التجمع بأرض محايدة تقام كل مجموعة، كل مجموعة 3 منتخبات من مرحلة واحدة مش ذهاب وإياب. يعني عندك مجموعة من 3 منتخبات بدك تلعب مباراتين، ومباراتين في كل مجموعة، فبتأهل بطل كل مجموعة من المجموعتين في الدور الرابع، بيكون تأهل إشي أول شيء 6 توالث والروابع 6 منتخبات، مجموعتين 3 و3، بطل البطل بتأهله، بصير عندنا 8 منتخبات من آسيا. بنيجي على المجموعتين الثاني والثاني، هذا في الدور الرابع بنحكي من تصفيات كأس العالم، الثاني والثاني بيلعبوا مباراة مع بعض، الفائز بروح يلعب ملحق مع قارة أخرى، بيمثل آسيا في مباراة الملحق مع قارة أخرى، بيكون له فرصة يكون المنتخب التاسع. هاي فرصة تاريخية كبيرة إنه نكون موجودين في كأس العالم. إحنا الآن وصيف آسيا، إحنا مفروض إذا وصافة آسيا فعلا إحنا كنا يعني فعلا إحنا منتخب منافس بآسيا ووصيف آسيا ومنتخبنا بهذه القوة، إنه من بين بدناش نحكي الملحق، بدناش نروح ملحق واخسر ملحق تتكرر مباراة الاوروغواي، من بيت اول الـ8 اللي بيتأهلوا لازم يطلع لنا بطاقة، لازم نكون قادرين على ناخذ هاي البطاقة. طبعا انا بدي احكي لكم حسين عموتة مكمل مع المنتخب، كل اللي كنتوا تسمعوه مش مزبوط، حسين عموتة حيكمل مع المنتخب، حتسمعوا اشاعات كثير، لا هو حيكمل ويحاول يصل بمنتخب الاردن لنهائيات كأس العالم ويحقق انجاز تاريخي في السي في تاعته بمسيرته انه وصل في منتخب الاردن لكأس العالم. فاحنا جايين الان على نظام 3 مجموعات، كل مجموعه 6 منتخبات، الاول والثاني من كل مجموعه بيتاهل، فبهي الحاله بيتاهل 6 منتخبات، في ال3 مجموعات الثالث والرابع، الثالث والرابع، الثالث والرابع 6 منتخبات، بيلعبوا مجموعتين على كل مجموعه على ارض محايده من مرحله واحده، مرحله الذهاب يعني ما في ذهاب واياب. الاول والاول من المجموعتين بيروحوا كأس عالم، بصير عندنا 8 منتخبات. نيجي على الدور بعدين، الدور اللي بعديه الثاني من هذول المجموعتين مع الثاني، الفايز بيلعب مباراة الملحق مع قارة اخرى. خالد الرواشي بيحكي لي متى موعد التصفيات؟ راح تبلش بشهر 9، وهذا راح ينقلنا على الموضوع الثالث، المحور الثالث اللي انا حاب احكي فيه، بشهر 9. يعني متى شهر 9؟ يعني احنا الان الموسم الكروي بالأردن راح ينتهي في نهاية شهر 6 بكأس الأردن، نهاية الشهر. فإحنا بنحكي بشهر 9 بده يكون عندنا منتخب جاهز يشارك في أهم مرحلة في تاريخ كرة القدم الأردنية، تصفيات حاسمة من أجل التأهل لكأس العالم. فهذا شو بيعني؟ هذا بيعني إنه يجب إنه يكون لما يجي المنتخب أول شهر 9 يلعب تصفيات كأس عالم، بده يكونوا اللاعبين جاهزين، بده يكون اللاعبين بالفورما، بده يكون كل شيء بوضع مثالي. طب احنا كيف بدنا نكون جاهزين وبالفورما واحنا الموسم الحالي بينتهي عندنا في الاردن باخر شهر 6، عندنا كاس الاردن بينتهي باخر شهر 6. طيب اذا بدنا نلعب بشهر 9، قديش لازم اللاعب يلعب مباريات في الدوري مش في الدرع؟ الدرع ما حدا بيهتم فيه واللعيبه معظمها بتلعبش. قديش لازم يكون اللعيبه بالدوري لاعبين مباريات ليصلوا للفورمه؟ كم مباراه؟ مباراه، مباراتين، انا بحكي من 4 ل5 مباريات عشان اللعيبه يصلوا
ل 80% من مستواهم، فهذا يتطلب انه يبدا موسم الكروي القادم مبكرا. فهل الانديه الاردنيه قادره ان تبدا موسم كروي مبكره مبكر؟ هل هي قادره تبلش باول 8 تلعب دوري؟ هنا السؤال الصعب، وهون الاتحاد اذا فعلا بده يجهز اللعيبه صح، بده يقعد مع اللعيبه، وبده يقعد مع الانديه، وبده يرتب الامور، ويكون الانديه جاهزه انه تلعب الدوري ببدايه شهر 8. آخر ستة بيخلص الكأس، متى بدهم يجيبوا مدربين؟ متى بدهم يتعاقدوا مع لاعبين؟ متى اللاعب المحلي اللي بيستنى عرض خارجي لأي وطن لمتى بده يستنى يوقع محليا وهو يستنى العرض؟ الله يكون بعون الأندية. المرحلة القادمة صعبة جدا على الأندية، وصعبة جدا على الاتحاد. مش معقول يجي اتحاد كرة القدم الأردني، منتخب الأردن هيلعب بداية شهر 9 تصفيات كأس العالم، ويحكي بدنا نبلش الدوري بآخر 8 أو 20/8، مش راح يكونوا اللاعبين جاهزين. هلا إذا إحنا تأهل منتخبنا لكأس العالم حالة قصوى وأهمية قصوى، لا بده يبلش الدوري بدري. إذا مش أهمية قصوى إشي تاني. أنا أعتقد إن أهمية قصوى، شفنا إحنا على أعلى مستوى في البلد يوم شفنا ولي العهد والأمراء وسموه الأمير علي وسموه الأمير ولي العهد، كل الأمراء العائلة الهاشمية كلها عم بتشجع المنتخب. هذا دليل انه كل جمهور الاردن شجع المنتخب. الملعب لو في تذاكر قديش في من اسبوع فيش تذاكر كلها مباعة. فاذا هذا المنتخب الان صار حلم انه يتأهل لكأس العالم، وهذا الحلم يحتاج الى عمل، وعمل كبير من اتحاد كرة القدم الان انه يخلي اللعيبة بالفورمة. واحد بيحكي لي طيب يجمعوهم، ما يلعبوش دوري ويجمعوهم ويجهزوهم بفترة يعني ما بصير كمان. ليش ما بصير؟ في لعيبة راح يحترفوا ما بيقدر تجمعهم. تاني شيء انت بدك تلعبهم مباريات عشان يجهزوا. بعدين اذا انت قبل ما يبلش الموسم والدوري اخذتهم، متى الاندية تتجهز بعدين؟ يعني بشهر 10 تلعب دوري يعني؟ فانت يعني بكل الاحوال بدك مباريات تنافسية بشكل متدرج عشان يرتفع مستوى اللاعبين ومستوى الاندية. وهذا الاندية في عز المديونية، في عز الظروف الصعبة، في عز انها مش قادرة تنهي الموسم الحالي، في عز انه مش قادرة تعمل تعاقدات، مطالب منها انها تكون جاهزة. الآن مصير بطولة الدرع وين؟ هل ستقام أم تلغى؟ ما أنا ما أعتقد انه الأولوية لبطولة الدوري بهاي الظروف. طب بيقدروش تيجي تحكي ب 15 سلعة سبعة يلعب درع، ما بتلحق، أنت بآخر ستة مخلص دوري، مخلص كأس، متى بدك تعمل تعاقدات؟ متى بدك تجيب المدربين؟ متى متى متى؟ معناته لا بتلغي لا تكون لها سيناريو آخر. ما بعرف كيف الاتحاد راح يفكر في هذا الموضوع. فإحنا اليوم أمام تحديات كبيرة، أمام تحدي هذا الفوز بيعمل تحديات كبيرة. عندنا 10 جولات في تصفيات في الدور الثالث، إن شاء الله إحنا نتأهل من الدور الثالث على كأس العالم، ما نروح دور رابع مثلا أو دور خامس. ال10 جولات كل جولة بأيام الفيفا راح نوقف قبليه يمكن أسبوع 10 أيام. فإحنا جايين على توقفات كبيرة. اتحاد كرة القدم ما بيقدر يأخر الموسم كمان عشان يقدر ينهي بدري. فكيف بده يشتغل مع الأندية؟ كيف بده يعوض الأندية؟ كيف بده يشتغل الآن في مصلحة منتخب وطني؟ في منتخب بينافس على التأهل لكأس العالم بده تضحيات من الجميع، وأندية مش قادرة. الاتحاد لازم يتعامل معها صح ويهيئ لها الظروف إنها تقدر تكمل. أتمنى إنه هاي الفكرة وصلت. بالنهاية أنا بحب أشكر كل المتابعين، يعني أنا بعرف الوضع الصفحة عندي سيء جدا بسبب التغريدات، ما وصل البث للعدد الأعداد اللي أنا متعود عليها. أعتقد يعني الظروف اللي صارت هي السبب. كنت 8 تغريدات تحصلت عليها الصفحة من 17 لليوم بسبب أدعية مش أكثر، يعني مجرد أدعية بسبب بلاغات. الحمد لله على كل حال، اللهم انصر أهلنا في غزة وثبتهم وداوي جراحهم وتقبل شهدائهم. وأتمنى دائما كلنا ندعي لأهلنا في غزة. وهاي الظروف بحكي مرة ثانية مبارك لمنتخبنا الوطني هذا التأهل. احنا كنا خايفين اليوم، لأنه كنت أنا في أحد المقابلات يمكن سمعتوها نزلتها أنا كفيديو في أحد المقابلات مع أحد المحطات، أنا حكيت إذا لم يتأهل منتخبنا إلى الدور الثاني من تصفيات كأس العالم كارثة وينسف إنجاز آسيا. لا الحمد لله تأهلنا، وهيك ما بنحكي كان تأهلنا فزعة ولا، وهينا احنا مستمرين
الدور القادم احنا راح تيجي بقرعة صعبة، راح يمكن يكون معنا اكثر من منتخب قوي واقوى منا، اعلى منا، يمكن يجينا اليابان وكوريا او كذا، يمكن يجينا ايران، يمكن يجينا، بدنا نكون متعودين للمرحلة القادمة. مرة تانية كمان انا بتمنى التوفيق اكثر، ببارك للمنتخب الفدائي، بنعرف الظروف، بنعرف كيف تجمع المنتخب الفلسطيني عشان المباراة، بنعرف كيف الظروف اللي عاشوها لاعيبة منتخب فلسطين بالفترة الأخيرة، اليوم تأهلهم كمان أسعدنا جميعا، برضو ببارك لهم مرة أخرى للمنتخب الفدائي. أردن وفلسطين يعني شعب واحد مش شعبين، بالتوفيق للجميع، شكرا لكم جميعا.